السلام عليكم. إسرائيل وجهت ضربات عنيفة وغير مسبوقة على شمال قطاع غزة ليلة يوم أمس باستخدام القنابل الزلزالية كما يطلقون عليها الفلسطينيون في قطاع غزة. وطبعا من تحدث عن هذه المسألة مصادر مهمة مثل Times of Gaza, The Global 202 وكذلك تري يانكست وهو مراسل الفوكس نيوز الأمريكية في إسرائيل الذين أكدوا هنالك أكدوا عملية استخدام إسرائيل لقنابل البنكر باستر مخترق القبو بشكل مكثف للغاية ليلة يوم أمس على شمال قطاع غزة. وكانت هنالك لقطات من استخدام هذه القنابل بهذه الطريقة على شمال القطاع إلى درجة هذه الضربات كانت كبيرة إلى درجة أنها أدت إلى انقطاع الاتصالات تماما. وكانت ضربات مهولة كما تلاحظون, انهيار للمباني السكنية بشكل كبير, مربعات سكنية كاملة دمرت بسبب هذه الضربات الهائلة للغاية. وكانت هنالك أيضا صور طبعا قد نشرت لطبيعة هذه الانفجارات كما تلاحظون وكما تم توثيقه من ليلة يوم أمس. ضربات ليست بالعادية أبدا. ما الغرض من هذه الضربات من قبل الجيش الإسرائيلي؟ بحسب هذه المصادر وتحديدا من فوكس نيوز أكدت بأن هذه الضربات أساس عملها هي استهداف شبكة الأنفاق الخاصة بالفصائل الفلسطينية الموجودة في مدينة غزة تحديدا وفي الأحياء التي تأتي حولها. والهدف الأساسي طبعا هو إلحاق أكبر ضرر ممكن بهذه الأنفاق وذلك لحرمان الفصائل الفلسطينية من مقدرتها على المناورة الدفاعية في هذه الأنفاق. والفصائل الفلسطينية الذي تقوم به الآن هي مناورات دفاعية ناجحة, استخدام ناجح وفعال لهذه الأنفاق في هذه المنطقة, مع طبعا أن المنطقة مكتظة كما هو ملاحظ بالمباني الكبيرة التي طبعا والذي تستغله تماما الفصائل الفلسطينية في الدفاع عن المدينة بشكل ناجح وفعال. وخاصة أن الجانب الإسرائيلي بدأ يتعرض إلى خسائر كبيرة من قبل الفصائل الفلسطينية بسبب هذا الخليط بين الأنفاق وبين حرب الشوارع الهائلة للغاية التي تبدو الفصائل الفلسطينية مستعدة تماما لهذه المعركة. وبالتالي لا بد من ضرب هذه الأنفاق, وهذا ما يفعله الجيش الإسرائيلي بكل تأكيد. وليس هذا فحسب, بل أن ضرب هذه الأنفاق أيضا له أهداف مهمة, ألا وهو استهداف أيضا خزين السلاح الكبير الذي تمتلكه الفصائل الفلسطينية في شمال قطاع غزة, وبالتالي محاولة لشل القدرات التسليحية الخاصة بهذه الفصائل, وأيضا محاولة قتل أكبر عدد ممكن من عناصر الفصائل الفلسطينية, وأيضا محاولة طمس القيادة الخاصة بالفصائل الفلسطينية شمال قطاع غزة. وبالتالي ضرب كل هذه الأهداف من خلال هذه القنابل ليلة بعد ليلة سيؤدي في نهاية المطاف إن ما تحققت هذه الأهداف إلى شل قدرة الفصائل الفلسطينية, حركة حماس, حركة الجهاد الإسلامي من مقدرتها على الدفاع عن المدينة. وبالتالي هذا هو الذي يهيئ في نهاية المطاف للجانب الإسرائيلي بعدما نجحوا في عملية تطويق كاملة بهذا الاتجاه باتجاه البحر المتوسط وسيطروا طبعا على شارع الرشيد, وأيضا تقدموا باتجاه البحر المتوسط أن يقوموا بإكمال التطويق بالتمام والكمال وبعدها البدء بالمرحلة القادمة بعد ضرب كل الأهداف التي تحدثنا عنها للقيام بهجوم مباشر والإطباق على المدينة بعد تدمير كل ما يبحثون عن تدميره. والجيش الإسرائيلي يتقدم ولا زال هو مستمر في التقدم في قطاع غزة, ولكن التقدم ليس كبيرا مقارنة بالفترة الماضية بالأسبوعين وتحديدا بالأسبوع الماضي كان التقدم أسرع بكثير. الآن الجيش الإسرائيلي بدأ يعاني في التقدم والتقدم لم يعد كبيرا على مستوى المحورين, إن كان هذا المحور الذي تمكنوا من خلاله الوصول إلى البحر المتوسط أو أيضا بالسير بهذا الاتجاه من شمال غرب قطاع غزة بهذا الطريق. وطبعا إذا ما لاحظنا أن مصادر مثل الوور مابر ومعهد دراسات الحرب هو وهذه المصادر هي التي أكدت عملية التقدم للجيش الإسرائيلي, وكما تلاحظون هذه آخر صورة محدثة من الوور مابر للتقدم الإسرائيلي على شمال قطاع غزة. وتلاحظ هنا كانت الأمور بالنسبة لهذا المحور شمال غرب قطاع غزة باتجاه البحر المتوسط هنا قبل هنا بعد, هذا هو التقدم الذي جرى في هذا المربع تحديدا الذي ترونه, والمربع الذي يشمل طبعا مسجد الخالدي وكذلك فندق المشتل قاموا بالسيطرة عليه وسيطر عليه الجانب الإسرائيلي بعد اشتباكات كبيرة وهي مستمرة حتى هذه اللحظة. ولكن الجيش الإسرائيلي واضح بأنه دخل إلى مخيم الشاطئ وبدأ يهدف لعملية التقدم باتجاه ميناء غزة والرمال للسيطرة عليها لكي طبعا يغلق الطريق تماما على مدينة غزة من
الجهة الشمالية بكل تأكيد ولمهاجمتها والإطباق عليها. ولكن الفصائل الفلسطينية اليوم أكدت بأنها حاضرة في عملية الاشتباكات وتعطي الجيش الإسرائيلي معاركا صعبة للغاية، استنزاف كبير، وخاصة أن الفصائل الفلسطينية أكدت أيضا بأنها تمكنت من عملية مواجهة الجيش الإسرائيلي وحرق 4 آليات خاصة بالجيش الإسرائيلي كانت قد دخلت إلى الشيخ رضوان، حي الشيخ رضوان الذي يأتي هنا في هذا المربع، تمكنوا من حرق هذه الآليات بحسب هذا البيان. ولكن أيضا من خلال هذا البيان نستطيع معرفة بأن التقدم الإسرائيلي هو أكبر من هذه الصورة التي نراها. الشيخ رضوان بدخولهم واختراقهم لهذه المنطقة يعني بأن الجيش الإسرائيلي قد دخل إلى هذه المنطقة، وشيئا فشيئا مع القصف، مع الاشتباكات وغيرها، مع هذا التقدم الذي يأتي، واضح أن الجيش الإسرائيلي يحاول الاشتباك في العمق والدخول للعمق من أجل إنجاح التقدم الذي نراه باتجاه شارع الرشيد وميناء غزة، ليلتقي مع القوات الإسرائيلية التي وصلت طبعا من اتجاه طريق صلاح الدين باتجاه البحر المتوسط، وسيطروا أيضا على جزء من شارع الرشيد. بالتالي الموقف صعب، معارك هائلة للغاية تجري في هذه المنطقة. ولكن إسرائيل طبعا عرفت تماما الكثير من التفاصيل الدفاعية الموجودة إلى جنوب ضاحية عطاطرة تحديدا، أو حي عطاطرة الموجود هنا إلى الجنوب، وجدوا وعرفوا تماما الخطة الدفاعية الخاصة بالفصائل الفلسطينية بعد عملية قاموا بها وعمليات اقتحام لمقرات القيادة الخاصة بالفصائل الفلسطينية بهذا الشكل كما تلاحظون. وجدوا هذه الخارطة التي ترونها أمامكم التي تعتبر الخارطة الدفاعية كما عرضها الجيش الإسرائيلي بهذا الشكل للفصائل الفلسطينية. إذا ما اقتربنا من هذا الجزء هنا سترى طبيعة الخطة الدفاعية الخاصة بالفصائل، كيف أنهم يتوزعون في السيطرة طبعا على هذا الشارع، وكذلك توضح هذه الخارطة أين تتمركز الفصائل الفلسطينية في كل هذه النقاط التي ترونها مع أعدادهم، مع تنظيمهم خطة منظمة للغاية، ولكنها تكشف مواقعهم، تكشف بأن هذه النقاط فيها كذلك أنفاقا بكل تأكيد. وبالتالي هذا قد يفسر الكثير من الاستهدافات التي جرت ليلة يوم أمس أو حتى هذه الليلة أو ليلة يوم غد. قصف هائل للغاية بكل تأكيد يستهدف هذه الدفاعات بالدرجة الأساس، وهذه الخارطة إذا ما قارناها وطبقناها أساسا على خارطة الجوجل إيرث وعلى القمر الصناعي ستجد بأنها تتطابق تماما مع المنطقة القريبة من عطاطرة إلى جنوب عطاطرة، وتلاحظ كيف أن هذه هي الخطة الدفاعية التي كانت واضحة. طبعا هذه عطاطرة وهنا بيت لاهيا بكل تأكيد، ويتأتي من ضمن بيت لاهيا، وبالتالي الجيش الإسرائيلي كما تحدثنا قد وصلوا إلى هذه المنطقة وسيطروا عليها ودخلوا إلى مخيم الشاطئ، وبالتالي هم يعرفون الكثير من التفاصيل الدفاعية هنا. هذا على الأقل مما كشف بالنسبة للجيش الإسرائيلي، وهذا أيضا يصعب مهمة الفصائل الفلسطينية في ظل كل هذا الضغط الكبير الذي يأتي من الجانب الإسرائيلي في ظل معاونة كبيرة للغاية ومساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية على المستوى الاستخباري والتحليل العسكري. وأيضا أن الجيش الإسرائيلي مستمر في عملية التحشيدات اللوجستية باتجاه هذا المحور، وهم مصرين تماما على التقدم بشكل أكبر إلى العمق وباتجاه كذلك ميناء غزة. وهذا أصبح واضحا مما نشرته وزارة الدفاع الإسرائيلية بهذا الشكل، تلاحظ كيف أنهم يزودون قواتهم أو يحشدون أو يزيدون من عملية التواجد الإسرائيلية في هذا المحور تحديدا الذي ذكرناه. تلاحظ البحر المتوسط طبعا واضح أمامك بهذا الاتجاه، هذا هو البحر المتوسط وهذا هو والتقدم باتجاه هذا المحور. بالتالي شيئا فشيئا إسرائيل تدخل إلى عمق هذه المعركة، والمعركة طويلة وصعبة كما تحدث الجيش الإسرائيلي، ولكنها أيضا حرب دموية ومدمرة للغاية بكل تأكيد. وأيضا أن التقدم الذي جاء البسيط الآخر بالنسبة للجيش الإسرائيلي هنا في هذه المنطقة تحديدا، إذا ما اقتربنا منها ستجد أن التقدم في هذا المربع الأسود فقط البسيط الذي يأتي بهذا الشكل، وواضح أن الجيش الإسرائيلي لديه يعني خطة محورية من هذا التقدم. واضح أنهم يبحثون عن توسيع تواجدهم، السيطرة على هذا الشارع، البدء بعملية اقتحام هذه المنطقة والوصول إلى القناة المائية المهمة للجيش الإسرائيلي. هذه هي القناة المائية التي هذه كلها عبارة عن قناة مائية، يريدون توسيع التواجد والحفاظ على المعاقل الخاصة بهم والتحشيدات الإسرائيلية الستة التي شكلوها عندما تقدموا لهذه المنطقة في كل
نصف ميل أو 800 متر طبعا، وبالتالي هنا يشكلون منطقة آمنة تماما في الفترة القادمة وفي الأسابيع القادمة للبدء والاستعداد لعملية الاقتحام القادمة بعد استنزاف القدرات الفصائل الفلسطينية عن الدفاع عن نفسها على المستوى التسليحي، الوقود، الغذاء، القدرات، القيادات، الأنفاق وغيرها من هذه التفاصيل. هذا هو ما هو واضح من هذه المعركة. والولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل في هذه العملية 100% وبشكل كبير، وتحمي إسرائيل من أي تدخل إقليمي ممكن في المستقبل مع التقدم الإسرائيلي المستمر في داخل قطاع غزة. لا يريدون لأحد أن يدخل في هذه المعركة نهائيا. على سبيل المثال، صدر من CNN الأمريكية كدليل على هذا الأمر، CNN وكذلك القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أكدوا ظهورا هذه الغواصة العملاقة للغاية، هذه الغواصة الخطيرة للغاية، وهي غواصة USS فلوريدا من طراز أوهايو. فجأة ظهرت في المياه بهذا الشكل، وهذه من الغواصات السرية للغاية بالنسبة للولايات المتحدة، لأنها غواصة نووية تعمل بالطاقة النووية، وهذه الغواصة ليست بالعادية أبدا. ظهورها بهذا الشكل تعطي رسالة هائلة للأطراف التي طبعا هي تتوجه باتجاهها. ونلاحظ من هذه الغواصة، إذا اقتربنا قليلا من الصورة ستلاحظ بأن من بعيد يبدو بأن USS دوايت آيزنهاور هي التي تتحرك بهذا الاتجاه، وهي تسير خلف USS دوايت آيزنهاور. وواضح بأننا أمام قناة السويس، و USS دوايت آيزنهاور يوم أمس قد نشر لها مقطع وهي تدخل وتعبر قناة السويس المصرية متجهة طبعا عبر البحر الأحمر باتجاه دول مهمة ومحورية تريد الدخول أو دخلت حتى في هذا الصراع الكبير الذي يأتي في قطاع غزة. وطبعا ظهرت بالأقمار الصناعية حاملة الطائرات دوايت آيزنهاور بهذا الشكل الذي ترونه وهي تعبر قناة السويس. هذه صورة أوضح لها لتؤكد فعلا هذا التحرك الكبير. وبالنسبة أيضا إلى تحركات أمريكية أخرى قادمة بحسب سنتكوم التي أكدت بأن B-1 بامر القاذفة الأمريكية العملاقة الأخرى التي تعتبر العمود الفقري لسلاح الجو الأمريكي وواحدة من أهم القاذفات الأمريكية على الإطلاق، بأنها قد دخلت أيضا إلى منطقة الشرق الأوسط وإلى منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية، وظهرت وهي طبعا يتم تزويدها بالوقود من KC-135 ستراتو تانكر الأمريكية. وهذه لقطة أخرى لهذه الطائرة، وإسرائيل وور روم أكدت بأن تحليق هذه الطائرة والصور التي رأيناها هي كانت فوق المملكة العربية السعودية بحسب هذا المصدر، يعني أنها في منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية. وبالتالي بالنسبة لحاملة الطائرات دوايت آيزنهاور الآن واضح جدا بأنها أصبحت حاضرة هي والمدمرات الخاصة بها في البحر الأحمر، وأيضا أن غواصة USS فلوريدا أيضا دخلت إلى البحر الأحمر. وطبعا الفكرة الأساسية هنا أن تصل حاملة الطائرات الأمريكية إلى بحر العرب أو خليج عمان كما تحدثنا سابقا، والمدمرات الأمريكية ستكون حاضرة مع الغواصة النووية هنا بهذا الاتجاه. وأيضا أن حاملة الطائرات USS طبعا هذه حاملة طائرات أخرى هي ستكون موجودة أيضا في البحر المتوسط لحماية طبعا، وهي USS جيرالد فورد لحماية الجانب الإسرائيلي في هذه المنطقة، وتأتي مواجهة لحزب الله اللبناني وإلى أي قوة موجودة في هذه المنطقة. ويجب أن ننتبه بأن هذه الغواصة وظهورها لها معاني قد تكون حتى أكبر من حاملات الطائرات التي نتحدث عنها. في USS فلوريدا أو USS طبعا فلوريدا من طراز أوهايو، هذه الغواصة غواصة خطيرة للغاية، تحمل نوعين من الصواريخ، 154 صاروخا أو 150 صاروخا من نوعية صواريخ توماهوك التي يصل مداها إلى 2500 كيلومترا، بالإضافة وما هو أخطر لما تمتلكه هذه الغواصة وتحمله معها، هي 24 صاروخا من الصواريخ البالستية النووية من نوع ترايدنت آي، وهذا الصاروخ الواحد منها قادر على حمل 8 رؤوس نووية مع مرة واحدة. وهذا هو الذي يجعلها بحسب ما تحدثت CNN الأمريكية قادرة هذه الغواصة ليس فقط على تدمير مدن بأكملها، بل بتدمير قارات بأكملها. بالتالي هذه ليست غواصة عادية أبدا. وصاروخ ترايدنت آي الذي نتحدث عنه يصل مدى إلى 7400 كيلومتر، ولديها إمكانيات هائلة جدا، غواصة
كبيرة ذكية للغاية وخطيرة، والولايات المتحدة الأمريكية أساسا قامت بإعداد هذه الغواصة للحرب النووية العالمية القادمة، بالتالي هي تهيئ إلى مرحلة حتى أكبر من هذه المرحلة التي نتحدث عنها، وظهورها بهذا الشكل بحسب هذه المصادر هي رسالة كبيرة للجانب الإيراني ولردع إيران من التفكير بالدخول مباشرة باتجاه قطاع غزة أو استهداف إسرائيل أو حتى حث الفصائل الموالية لها إن كانت الموجودة في العراق أو في سوريا أو حزب الله اللبناني من الدخول في هذه المعركة بأي شكل من الأشكال. والرسائل الأمريكية طبعا مستمرة حتى في حماية أفرادها من المدنيين والعسكريين، وكان أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي قد وصل إلى الداخل العراقي، وكان قد تحدث مع رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شيع السوداني حول مسألة الالتزام وضرورة التزام العراق في مسألة حماية البعثات الدبلوماسية الأمريكية وحتى الأفراد الأمريكيين الموجودين من هذه الهجمات. وبعد ذلك ذهب طبعا إلى تركيا بكل تأكيد. وبالتالي بالنسبة للرسائل الأمريكية هي كثيرة، النيويورك تايمز بنفسها أكدت هذه الرسائل الأمريكية الموجهة تجاه إيران وتجاه الفصائل وتجاه حزب الله اللبناني، وهذا ما ذكرته النيويورك تايمز يوم أمس. أفاد تقارير أن مسؤولين أمريكيين كبارا حذروا الحكومة الإيرانية والفصائل المدعومة من إيران في الشرق الأوسط مثل حزب الله منذ عدة أسابيع من أنهم إذا قرروا شن هجوم كبير أو منسق على إسرائيل فإن الولايات المتحدة سوف ترد عسكريا. كذلك السيناتورز مهمين جدا في مجلس الشيوخ الأمريكي مثل لينزي غراهام، وكذلك هذا السيناتور الأمريكي الذي ترونه أمامكم وهو ريتشارد بلومنثال، قاموا بعملية الآن العمل وسيقومون بعملية تمرير مشروع قرار بحسب الوول ستريت جورنال يهدف ببساطة إلى منح تخويل أكبر للرئيس الأمريكي جو بايدن في حالة حزب الله اللبناني قام بالدخول في هذه المعركة بأي شكل من الأشكال، فللولايات المتحدة الأمريكية ولإدارة بايدن التخويل الكامل لضرب إيران مباشرة وتحميل إيران مسؤولية ما يقوم به حزب الله اللبناني. بالتالي نحن أمام تحرك أمريكي كبير من أجل حماية إسرائيل في عمليتها التي تقوم بها في قطاع غزة. ظروف عصيبة، ظروف كبيرة، ممكن أن تتطور بشكل أكبر مما هو أو هي عليه الآن، وننتظر ونرى.